والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. السلام عليكم أيها الأحرار المرابطون في الساحات ليل نهار. السلام عليكم أيتها الحرائق الملازمات في الساحات. هذه الوقفة وقفة شرف واعتزاز وخلود وبقاء وحرية وكرامة عندما نقف مع هذه الأرواح الطاهرة وهذه الكوكبة المنيرة التي أنارت دربنا وجاهدوا من أجل عزتنا باعوا أبدانهم لله واستشهدوا لأجل نصرة هذا الدين ولأجل نصرة العقيدة ونصرة هذا الشعب المظلوم الذي سوف يبقى دائما وأبدا على خط هؤلاء العظماء هؤلاء الشهداء وسوف يصلون إلى ما وصلوا إليه. عندما نحيي ذكرى الشهداء لا بد أن ننهج نهجهم ونسير على دربهم في الشارع ونتمنى الشهادة ونعشق هذا المبدأ وهذا الطريق الذي سلكوه. السلام عليكم أيها الشهداء، السلام عليكم يا آباء وأمهات الشهداء، السلام عليكم أيها السجناء وعلى حرائر السجناء. كلنا مدينون ومقصرون تجاهكم، لكننا نأتي بما نتمكن من مواصلة هذا الطريق وأن نسير إلى الأمام دائما وأبدا وأن لا نتقاعد عن هذه الفعاليات التي تحيي ذكرهم وإن كان ذكرهم حي، ولكن عندما نذكرهم نأخذ منهم دروسا وعبر وننهج طريقهم طريق الأنبياء والأوصياء والشهداء طريق الحسين عليه السلام الذي سلك طريق الحرية والإباء طريق النبلاء التي أوصلته سلام الله عليه إلى تلك الحسنيين وهي النصر والشهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.